جيلبرتو اتصاب بفقدان مؤقت في الذاكره؟ لا ما اسمحش لسه. من ساعه ما مشي من اهلي واحنا ما سمعتش عنه حاجه خالص. جيلبرتو فقد الذاكره؟ اه امبارح. لا هو اعتذر اساسا. لا انا ما اعرفش، انا اعرف جيلبرتو من ساعه لحد ما مشي من النادي الاهلي ما اعرفش عنه حاجه. طب تحب تقول له ايه؟ اقول له عايزينك ترجع الاهلي تاني. ما تنساش نادي الاهلي. اتمنى له الشفاء طبعا. مكانك محفوظ في الاهلي مهما كبرت. محتاجينك يعني في اشد الحاجه يعني ان شاء الله كده تقوم بالسلامه. يرجع تاني ويلعب. ماشي فيك ويا رب يعني ترجع الذاكره تاني.